للحديث عن أزمة التسلح المتفشية في العالم ومآلات الغزو الروسي لأوكرانيا، معنا من إسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد حاتم الراوي. سيادة العقيد، مرحبا بك. الرئيس الأوكراني يتحدث عن حرب عالمية ثالثة، ما احتمالية نشوب هذه الحرب بالفعل مع الحديث عن إمكانية فشل المفاوضات بين موسكو وكييف؟ سلام لك أستاذ العزيز وللسادة مشاهدي قناتكم الكريم. أهلا بك. تسمعني أستاذ؟ نعم أسمعك، تفضل. يا سيدي، بالنسبة للحرب التي يهدد بها بوتين، الحرب النووية بشكل عام استخرج من القنابل النووية أو من السلاح النووي قنابل تكتيكية، هذه قد تستعمل وقد استعملتها أمريكا في مطار بغداد وحسمت الحرب في غزوها للعراق. أما أن تستخدم القنابل النووية الكلاسيكية فاليوم المراقبة وردود الفعل لحظية، يعني لن تنتظر أي دولة نووية أن تضرب لتقوم بعدها بضرب الدولة التي بادرت. يعني بكبسة أول زر في موسكو ثق تماما أن موسكو ستتحول إلى حفرة كبيرة، هكذا ستكون الحرب النووية. لذلك لا عقل ولا مجنون يفكر باستخدام الحرب النووية الكلاسيكية، هذه واحدة. أما بالنسبة لما تم تصنيعه من قنابل تكتيكية فأعتقد أن وأتأكد من خلال متابعاتي للتسليح الروسي أن روسيا لم تطور في السلاح النووي بحيث تستخرج منه قنابل تكتيكية تستطيع أن تستخدمه، ولو كانت موجودة لديها لاستخدمتها الآن في أوكرانيا. هذا بالنسبة للحرب النووية. أما بالنسبة للتسلح، روسيا تمتلك 5 أضعاف ما تمتلكه أوكرانيا، وروسيا يعني بكل ميزان القوة تعادل أكثر من 5 أضعاف أوكرانيا. ومع ذلك بعد أن صرح الرئيس الروسي بوتين وأركانه أنه يعني دخول كييف يكلفنا 48 ساعة، اليوم نحن، وأرجو أن يسجل هذا الكلام علي، اليوم نحن في نهاية الشهر الأول من السنة الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية. لا أقول السنة الأولى لأن هذه الحرب ستطول إذا ما دخلت فيها المفاوضات دور حشمها. فلأننا بعد الهجوم الكاشح الذي يعني طنطنت له روسيا كثيرا، نرى أن الرئيس بوتين الآن يترجى من جهة إلى أخرى لحفظ ماء وجهه بعد الخسائر الكبيرة. صح، نعم، هو قد يعني حقق تقدم متواضع قياسا بقوته وبضخامة هجومه، إلا أنه قدم خسائر فادحة أمام هذا التقدم الذي حصل عليه. طيب أستاذ حاتم، ماذا عن خلفيات الغزو؟ إلى أي مدى أسهمت أو ساهمت شركات السلاح وتجار السلاح بسباق التسلح القائم؟ أستاذ الكريم، ما خسرته روسيا وما لم يتحدث عنه الإعلام حتى الآن أو حتى الخبراء العسكريين الاقتصاديين لم يتقدموا، يعني لم يظهروه، وهذا سواء عند استمرت روسيا أو انسحبت أو تفاوضت، خسرته حتى لو رفع عنها الحصار، هو أن روسيا هي أكبر ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير السلاح، وموازنتها تعتمد على تصدير السلاح، وتعلمون أن الأسلحة غالية الثمن وباهظة جدا. نعم. الآن بين هشاشة السلاح الروسي وعدم مواكبته للتقنيات والتطور الذي حصل على الأسلحة في كل العالم، من هذا الذي سيتقدم ليشتري برغي من روسيا؟ لذلك خسارة روسيا بمبيعات الأسلحة أكبر من الحصار الذي طبقته أمريكا. طيب يعني أستاذ حاتم، أين أضحت جهود الحد من التسلح عالميا؟ يعني إلى أي مدى ترى أن الأمم المتحدة، مجلس الأمن، قادران بالفعل على ضبط هذا الانفلات بالسلاح العالمي؟ لا حدود لضبط السلاح في العالم، لا أتصور أن هناك حدود، إلا مثلا السلاح النووي، التقنيات الحديثة التي جعلت أي دولة نووية قادرة على ضرب الدولة الأخرى بمجرد إطلاق الكبس على زر الإطلاق، هذا يجعل الناس تحجم عن
ومع السنين أتصور أن كل دولة لديها نووي تحتفظ بجزء منه للتهويل به والتهديد والتخويف كما فعل بوتين. أما استعماله فلا يمكن لعاقل أن يتصور أنه يستخدم. يعني هنا إذا كان الوقت يسمح بأقل من دقيقة أريد أن أشير إلى مسألة. كلنا رؤساء الدول النووية ينزل من الطائرة ويحمل الحقيبة، هذه هي الحقيبة النووية. كل الناس يتصورون أن الرئيس يفتح الحقيبة ويضغط على زر فتنطلق الصواريخ من الغواصات وتنطلق الطائرات تحمل القنابل. هذا تصور خاطئ. الحقيبة التي يحملها الرئيس هي الزر، عبارة عن إيصال الشفرة إلى الأطقم، منظومة الإطلاق إلى أطقم منظومة الإطلاق، بأن الرئيس قد وافق على استخدام السلاح النووي. ولا توجد منظومة إطلاق إلا وتعرف حجمها وتعرف أنها مجرد الاستعمال هي تضرب هي قبل أن تنطلق صواريخها أو ببداية انطلاق صواريخها. لذلك السلاح النووي حرم أوتوماتيكيا. طيب، العالم العربي ليس ببعيد عن تداعيات أزمة أوكرانيا. معهد ستوكهولم يتحدث عن نفقات عالية التسلح لدى أو نفقات عالية من أجل التسلح لدى بعض الدول العربية، فيما تعاني الشعوب من فقر وبطالة. ما مردودات ذلك على المدى القريب من وجهة نظرك؟ يعني أنا أقول أنه من جدار برلين، يعني ما قبل النظام عالمي لن يكون كما بعدها، بغض النظر عن النتائج. يعني روسيا بالنتيجة أخذ أوكرانيا أخذتها في قوة وفي طاقة، لكن نعم. نشكرك شكرا جزيلا الخبير العسكري السوري العقيد حاتم الراوي، ونعتذر منك لعدم وضوح الصوت مؤخرا والسبب هو المصدر. كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.